اليوم رجعنا لكم بسلسلتنا اللي انتم كثير بتحبوها واللي هي احزر الاغنيه. واليوم فنانتنا المشهوره العازفه الشطوره لولو. طبعا اغنيتنا اليوم رح اعزف لكم اياها بنغمه الجيتار لانه هي بتلبق لها، وهي غنية من كبار وكلها بدنا نحبها، وغنتها فنانة مشهورة ونحن كتير نحبها، وهي غنية كتير حلوة يعني. وهلأ خلينا نعزف لكم اياها. Let's go. يلا نستمتع بالأغنية، تفضل. إن شاء الله تكون عجبتكم الغنية، وهي هاهاها اللي قلتني يا نوس هي من الغنية مشان نرجع نذكركم فيها يعني. ولا تنسوا نظام الحظر الماضي اللي هو إنه تكتبوا لنا على الفيسبوك إنه أنا حذرت، وتروحوا على الخاص تكتبوا لنا الجواب. ولا تنسوا لازم تحطوا لنا لايك على اليوتيوب وتكتروا لنا من الاشتراكات مشان تتجاوز المشترك. وبس لحظة شوي، مثل ما لاحظتوا انه اليوتيوب وقفنا التعليقات، ما بعرف ليش يعني ايه، وكثروا لنا من اللايكات مشان فمشان هيك روحوا على الفيسبوك مشان تكتبوا اذا بدكم تكتبوا تعليقات، وكثروا لنا من اللايكات على اليوتيوب مشان يرجعوا يفتحوا لنا التعليقات. وبس، سلام عليكم، باي باي.